خبر ابو اللي عدنا عن ابو نور ماريا حبايب وقصف القمر الطائي وتهجموا عليها، فنزل هذا الستوري على حسابه بالفيسبوك كاتب بي شوية دعاء النور مارن والله يبعد عنك الحاقدين، واللي جوا كاتب اكلوا من خبزنا وما لحنا وذكروا الجميل والود والوفاء. واللي هنا كان يقصد بيه قمر الطائي يا حبايب، خاصة انه بعد باخر فترة هوايدة تحكي عليه باخر ستوريات وتقصفه. فكتبنا حبايب بالكومنتات شاركم كلام ابو نور على القمر. ننتقل حاليا يا حبايب كشف حقيقة والفضيحة اللي سببها انحذفت حلقة الكمين مقابلة احمد ابو الروبي الصبا، واللي هذه الصورة يا حبايب او هذه اللقطة بالضبط من الفقرة، واللي هو بمختصر انه صبا كانت قاعدة على واحدة من البالونات، واللي هي فكرة بالمختصر مال الفقرة انه اثنيناتهم ينفخون بالونات ويحاولون ان يطقوها مثل ما شايفين. ولكن خلال هذا البرنامج يا حبايب بكل حلقاته والبنية هي كانت تقعد على البالونات كل مرة الولد، ولكن صبا بالغلط يمكن سوت هذا الشيء وهي قاعدة على البالونة. عليكم راح اعطيكم الفقرة كاملة يا حبايب واللقطة موجودة بها راح اعطيكم اياها شوفوها. خليني نشوف بلش تحدي انخف اصقع انا حساعد صبا طبعا يلا بسوي ستريتش خلينا شافوكم بلش ولد عضت كثير سكري كيف يعني انا بخف عني سكريها عشان انا افقعها عنك طب احكي طب انا بحكي لا انت كنت بعد دمنا انت عمليت لي حالها انا بتعرفش اقسم بالله مو صور بس امسك ضلك احكي انت ما عملتها عمرك شفت هاي التكنيك طب انت شايف واحد فرجيني أدار ايه من بغداد فين من بغداد ما شاء الله شغال الكازير قبل هيك ولا فردها ولا بوجع هذا يا اخوان شو البلالين هاي اللي جايينا والله بيوجع ولك احمد ولك صبا طلع من بغداد ممنوع بصير ولا بصير لا بصير ولك لازم اساعد البنت الطرف الانثى لازم افقع لا 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 دقيقه هذا جد بحكي الرب برنامج لعبه والله لعبه والله لعبه انا حلفخ اشي غير البالون بعد طب نوقف والله لعبه اسمع ايش لعبه شو اثنين ضد واحد انتهت الفقره بفوز ابو الرب ايش هذا واحد واحد نعم عشان ما انظر ننتقل حاليا لغيث مروان يا حبايب ودخوله المستشفى، فنزل هذا الستوري من داخل المستشفى كان يقول بيه انه هو من جانب سوريا صار بيه تسمم. على كل يا حبايب الله يشفي يا رب ان شاء الله ما بيه الا الخير والعافيه، وراح اعطيكم اللقطه شوفوها. جيت اعمل فحص يعني من اخر مره بسوريا تسممت فالوضع مش طبيعي يعني صاير عندي بس احزر انا وين؟ انا قاعد يعني عادي هن جابوا لي جهاز لهون العب ما شاء الله تلا ايش في ناوي تنشف لي دمي بس تيك مور هاو ماتش يو وانت تيك ما شاء الله والله هيبكي شي رابعه وخامس وحده ايش في وبس والله حبايبنا صارت مقطعات من مقطع جوكم لا تنسون تشتركوا بالقناه عشان يكون فيها زي ما قدمت القصص احبكم وبس مع السلامه